امضى اتفاقية مع مدرسة جنيف للسياحة مع المركز التكوين السياحي لفكر كوين الحمامات، وهذه معناها اتفاقية ثلاثية فيها ديوان تونسي للسياحة وفيها معناها مركز التكوين هذه اتخافيغ مركز التكوين تاع كركوين والجامعة التونسية لأصحاب النزل والمدرسة هذه نتاع جنيف اللي معروفة عالميا بالمستوى نتاعها العالي في التكوين لمهن السياحة، وهذا داخل في إطار إعادة هيكلة القطاع الكل. ثم الوكالة التونسية لتكوين لمهن السياحية اللي باش تتعدى إن شاء الله الأسبوع المقبل في المجلس الوزاري ويكون اتفاق عليها. هذيك أول معناها خطوة في إعادة هيكلة القطاع. التكوين عنده أهمية كبيرة ياسر في السياحة، وهو اللي معناها باش يكون يطلع في مستوى الجودة في السياحة، دونك معناها عنده دور كبير ياسر، وكان فيه تأخر كبير السنوات الماضية. إن شاء الله معناها توبة الوكالة الجديدة ننهضوا به. والله ثم مؤشرات إيجابية في خاصة في شهر جانفي وفيفري، كيف نعمل مقارنة بعام 2016 ثم تطور بأكثر من 30% كي نعملوا معناها بين جانفي وفيفري. ثم حتى بعض الأسواق تطور ب 60% أسواق التقليدية اللي كانوا معناها العام السابق، وخاصة في الستة أشهر الأولانيين كان فيهم معناها كانت أزمة كبيرة. السوق الروسية إن شاء الله باش تكون عندنا نفس الرقم وممكن حتى أكثر، خاطر ثم هذوما لي بريفيزيون معناها اللي باش يكونوا في الموسم الجديد ده كيف معناها ثم عدد مهم. وإن شاء الله تكون عام 2017 عام إقلاع في السياحة.